السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله هنتعرف ازاي نعمل كاستمايز لشير بوينت ليست او الدوكيمنت لايبراري باستخدام الباور ابس، وازاي اقدر استخدم الكاستمايزد فورم اللي عملتها بالباور ابس بدل الديفولت فورم، وازاي ارجع للديفولت فورم. لو جينا فتحنا الشير بوينت ليست دي هنتعامل مع البيشنت ليست. لو شفنا الديفولت فورم هنلاقيها بالشكل ده. طيب انا بطلب مني ريكويرمنت اني عاوز اغير الفورم الاساسية دي واعمل ديزاين خاص، مثلا عايز الشاشة بتاع الديفولت فورم دي تكون كبيرة، الفيلدز مختلفة، الترتيب بتاع الفيلدز، الاسامي مختلفة، اخفي فيلدز مثلا او اظهرها على اساس شروط معينة اللي هي الكونديشنال فورماتنج وهكذا. الموضوع ده هيكون سهل جدا بالباور ابس ان شاء الله، فتعالوا نبدأ مع بعض ونعمل كاستم فورم بالباور ابس. زي ما قلنا ان دي الشير بوينت ليست العادية، فوق هلاقي كلمة باور ابس. قبل كده عملنا منها كرييت لاب على الليستة دي. اليوم هعمل كاستمايز للفورم بتاعتي اللي لما ادوس على النيو بوتون تظهر لي بالشكل اللي انا هعمله ده. هختار هنا من الباور ابس كاستمايز فورم. كده هيحصل لود للشير بوينت ليست دي في الاستوديو للباور ابس. زي ما احنا شايفين عارض لنا مجموعة من الفيلدز قدامنا، دي طبعا مش كلها، فاحنا هنا هنحذف الفيلدز اللي احنا مش محتاجينها دي واضيف الفيلدز اللي انا محتاج تظهر في الفورم بتاعتي. عشان تحذف فيلدز من المعروضة هنا في الفيلدز بان هضغط على الثلاث نقط دول اللي هما الديتيلز واختار ريموف وامسح الفيلدز اللي انا مش عاوزها تظهر في الفورم بتاعتي. بعدين هضيف الفيلدز اللي عاوزها تظهر في الفورم دي بالترتيب اللي انا عاوزه. لازم ناخد بالنا ان احنا نكون واقفين على الفورم نفسها عشان يظهر لي الاوبشن بتاع الايديت فيلدز اللي في اليمين ده ومن واقدر اضيف فيه الفيلدز اللي عاوزها. هنيجي هنا من الاد فيلد واختار كل الفيلدز اللي عاوزها تظهر في الفورم عندي. هنا مثلا هضيف البيزك انفورميشن للبيشنت بتاعي زي اسمه اللي هو عندي هنا التايتل والايدج والجندر والسيفل ستيتس والبيرث داي واضغط على اد. كده هيضيفهم ليا في الفورم عندي. اقدر بعد كده اغير الترتيب بتاعهم. كل اللي انا هعمله اعمل دراج ودروب للفيلدز في المكان اللي انا عاوزه تظهر فيه. طيب لو جينا هنا بصينا هنلاقي كل فيلد عندي موجود في حاجة اسمها كارد، والكارد ده معمول له لوجد مش مفتوح، ما اقدرش اعدل في الحاجات اللي جواه. طيب انا لو عاوز اعمل اي كاستمايزيشن في الكارد ده، اغير لونه، اغير اسم التكست اللي موجود جواه، لازم الاول اعمل انلوك للكارد ده عشان اقدر يفتح لي كل الفيلدز اللي جواه واقدر اتعامل معاه. هاجي هنا همسك الكارد بتاعي، التايتل مثلا على سبيل المثال عايز اغيره اخليه اسم البيشنت، فهاجي امسك الكارد بتاعي بتاع التايتل ومن البروبرتيز في الادفانسد هنا اعمل انلوك. فدلوقتي هلاقي ان اقدر اغير فيه بسهولة. هاجي على التايتل ده واغير البروبرتي للتكست بتاعه، بدل ما هي ظاهرة قدامي بالمنظر ده هخليها بيشنت نيم. كده دي طريقة ان انا اتعامل مع الكاردز، ان انا لازم انلوك الكارد وابدأ اتعامل واغير البروبرتيز اللي انا عاوزها. تاني حاجة لو عاوز مثلا اضيف هيدر عندي في الفورم بتاعتي، اقدر انفذ ده ازاي؟ زي ما قلنا ان احنا بنتعامل هنا في الفورم مع كاردس، فعلشان اعمل هيدر او اي شيء خارجي عايز اضيفه في الفورم بتاعتي هضيفه ككاستم كارد. اتاكد بس ان انت واقف على الفورم، ومن الايديت فيلد من الثلاث نقط دي اختار اد كاستم كارد. هلاقي انه نزله في الاخر اهو، هسحبه بس واخليه في اول الفورم علشان انا عاوزه اخليه الهيدر بتاع الفورم عندي. كده خلاص معايا الكارد او الكونتينر اللي هيشيل الكنترولز بتاعتي. انا عاوز بس مجرد ان انا هضيف فيه ليبل، من انسيرت هانسيرت ليبل كهيدر للفورم بتاعتي وهسميه بيشنت بيزك انفورميشن. ابتدي مثلا اغير الويدث بتاعه، هخليه ياخد الاب دوت ويدث، واعمل الكاستمايزيشن اللي انا عاوزها زي الكالر والفون، ونعمل مثلا الفونت بتاعه سنترلايز وغيرها من الاوبشنز العاديه. طيب تعالوا الاول قبل ما نكمل نربط الكلام ده بالشير بوينت ليست بتاعتي. اول حاجه لازم تعملها عشان الكلام ده يسمع في الشير بوينت، هنعمل سيف للفورم، ومش بس مجرد السيف مش هيسمع في الشير بوينت، لكن لازم اعمل بابليش على الشير بوينت. هاجي هنا من الفايل منيو اعمل بابليش واقول له بابليش تو شير بوينت. دلوقتي لو فتحنا الشير بوينت ليست بتاعتنا وجينا نشوف الديفولت فورم وعملت نيو، هنلاقيها اتغيرت بالكاستم فورم اللي انا لسه عاملها، ونقدر نرجع تاني للديفولت فورم. بس خلونا اول نكمل مجموعه من الكاستمايزيشن اللي عاوزين نعملها على الفورم بتاعتنا.
مثلا لو انا عاوز شايف قدامي ان الحجم بتاع الفورم ده صغير او عايز اغير الديزاين بتاعه، فعايز ازود الحجم بتاع الفورم ده اخليه اكبر شوية، هرجع تاني للباور ابس ستوديو اللي انا فاتح فيها الشير بوينت ليست دي، ومن الفايل مينيو في السيتنجز هلاقي سكرين سايز اند اورينتيشن. من هنا بقدر اغير السايز والاورينتيشن للفورم بتاعتي. هنا مثلا هغير الاورينتيشن اخليها لاندسكيب، والسايز زي ما احنا شايفين مدينا 3 اختيارات في سمول او لارج او كاستم. الكاستم دي تقدر تغير وتحط انت الويدث والهايت على حسب احتياجاتك. هنا مثلا انا هختار اللارج، هكبر لي بس حجم الفورم بتاعتي مع اللاندسكيب اللي انا اخترته. ما ننساش بعد ما اخترنا الاورينتيشن والسايز عندي اضغط على زرار ابلاي تحت في الجنب في اليمين. واحنا في الباور ابس نفسها لو تلاحظ ان الحجم بتاع الشاشه اتغير معايا، هعمل بس اكسباند للكاردز دي واسحبها بس لاخر الفورم، بعدين هعمل سيف وببلش زي ما قلنا للشير بوينت. عشان اي تغيير لازم اشوفه على الشير بوينت لازم اعمل ببلش تو شير بوينت. لو رجعنا تاني للشير بوينت سايت هقفل بس الفورم واعمل ريفريش عشان يحس بالتغيير اللي انا عملته. لو جيت فتحت هنا الفورم عندي ضغطت نيو هلاقي حجم الفورم بتاعي فعلا بقى اكبر. طيب انا عاوز اعمل كاستمايزيشن كمان، مثلا كونديشنال فورماتنج. لو جينا هنا للليست عندي في الاخر كده هلاقي عندي كولوم اسمه ايه، هاز كونتاكت. ده هنا لو اليوزر اللي انا بدخله عنده كونتاكت زي الايميل او الفون او غيرها من الكونتاكتس، لو ضغطت عليه محتاج اقول لو عملته انيبل او اون يظهر لي الفيلدز بتاع الكونتاكت اليوزر يدخل فيها بيانات الاتصال بتاعته، ولو معمول ديسابل او اوف فكده اليوزر مش هيدخل البيانات للاتصال. نعمل الكلام ده ازاي؟ نرجع للباور ابس بتاعتي، هضيف هنا الفيلد هاز كونتاكت نزل في الكاردز عندي، بعدين اضيف الفيلدز الخاصه بالكونتاكتس زي الموبايل والفون والايميل واعمل اد. زي ما احنا شايفين نزل كل الفيلدز والهاز كونتاكت، بس انا عاوزاهم ما يظهروش الا لو اليوزر عملهم اون، عمل الهاز كونتاكت اون وعنده كونتاكت محتاج يدخلها، فكده هحتاج اعمل كونديشن على الفيلدز دي بناء على القيمه اللي موجوده في الهاز كونتاكت. هتاكد بس من اسمه داتا كارد فاليو 9. ايه هي البروبرتيز اللي هتخفي لي الفيلدز ديت وهطبق فيها الكونديشنز؟ هي الفيزيبل بروبرتي، همسك كل كارد وفي الفيزيبل بروبرتي له واغيرها بناء على الفاليو اللي موجوده في الزرار بتاع الهاز كونتاكت. هقول له if condition if الداتا كارد فاليو 9 هو اسم الكارد عندي دوت فاليو ايكوال ترو، يعني معمول له اون. لو اتحقق الكونديشن ده هقول له خلي القيمه بتاعتي بترو. كده عملت الاف كونديشن، لو كان الكارد بتاعي اون يبقى ايه، هيخلي الفيزيبل بتاعه بترو. طبعا لو مش اون هيبقى الديفولت فولس ومش محتاجه اكتبها. هطبق ده على باقي الفيزيبل بروبرتيز للفيلدز الباقيه عندي. الفيلدز دي وهكذا تمام كده. بعدين اعمل سيف وببلش علشان اقدر اشوف التغييرات في الشير بوينت. لو رجعنا للشير بوينت عندي اعمل ريفريش بس لاني فاتحه السايت، وهاجي على النيو. لو لاحظنا ان هاز كونتاكت، ان الزرار بتاع الهاز كونتاكت عندي مش مختاراها، هي ديسابلد او القيمه بتاعته اوف باي ديفولت، فمش ظاهر عندي الفيلدز بتاع الكونتاكت عندي. لو جيت اخترتها وخليتها اون هلاقي الفيلدز ظهرت لي، وكده الكونديشن فورمات لاختيار فيلدز بناء على قيمه فيلد معين اتحققت بكل سهوله على الباور ابس. وطبعا تقدر تعمل اي كونديشنال فورمات للفيلدز عندك بناء على الريكويرمنت بتاعتك. طيب نيجي لو انت عاوز ترجع تاني للديفولت شير بوينت فورم الاساسيه هتعمل ايه؟ هروح للليسته بتاعتي ومن السيتنج في الفورم سيتنج هلاقي اختيارات. اول واحد لو عايز ترجع تستخدم الديفولت بتاع الشير بوينت، وتاني واحد لو عاوز تستخدم الكاستم فورم اللي عملتها بالباور ابس او الانفو باص الطريقه التقليديه اللي كنا بنعمل كاستمايز بيها للشير بوينت ليست. طيب برضو من هنا لو عاوز تنسح الكاستم فورم اللي انت عملتها بالباور ابس هتلاقي اختيارات
ديليت كاستم فورم، بس علشان تظهر لك لازم تختار حاجه غير الكاستم فورم اللي عاملها بالباور ابس. لو جيت هنا مثلا اخترت الديفولت فورم زي ما احنا شايفين، هلاقي الديليت كاستم فورم ظهرت لي، اضغط عليها ومن هنا لو عملت اوكي هيمسح لي الكاستم فورم اللي عملتها بالباور ابس. اوكي كده مسح لي الكاستم فورم اللي عملتها بالباور ابس. وبكده نهاية الفيديو بتاعنا، وتعلمنا ازاي نعمل custom form بدل الديفولت فورم بتاع الشيربوينت، ونقدر نابلاي اي changes بسهولة على الفورم بتاعتنا من خلال الباور ابس. شكرا والسلام عليكم.